ماذا؟ خبر عاجل؟ يا للهول، انظر يا عزيزي، عثروا على هذه الطفلة المسكينة في حاوية قمامة. أليس لديها أهل؟ إنها معروضة للتبني. ألو، سنتبناها. أجل، وصلت طفلتنا. أتشوق لرؤيتها. أيتها المسكينة، أنت بأمان معنا، يمكنك مناداة أمي. مرحبا بك في بيتك. اختاري ما تريدين. هذا حماسي، تبدو في قمة السعادة. أوه، أريد هذه الهواتف. سأشتريها لك بكل سرور. وهذه الحقائب، ليست الأفضل لكن سأشتريها لك. ضعيها في الكيس. وهذا، ولن ننسى سبائك الذهب. أجمل هذا اليونيكورن، هل يمكنني شراؤه أيضا؟ لكنه رخيص كما تريدين. مرحى، القليل من هذا اللون. أجل، هذه أفضل لوحاتي. واو، رسمتك جميلة. تفضل، دبت الحياة فيها. كدت أنتهي. المعذرة، ألا ترى أني مشغول هنا؟ ابنتي معجبة بفنك، أريد أن أوظفك، سأدفع لك مبلغا جيدا. كل آذان صاغية. أنت بارعة، عزفك جميل. أيتها العازفة، أنا موافقة. واو، مفاجأة صغيرة لابنتي العزيزة. حقا؟ مرحبا، سأرسم لك كل يوم، وأنا سأعزف لك متى أردت. هذا مذهل. واو، يمكنكما بدء العمل. بكل سرور. ماذا سأكل؟ أوه، رائحة نتنة، من سيأكل؟ يجب أن أرميه، مكانه في القمامة. سأتقيأ بسببه. ما أروع التنظيف. لا توقفي، لا أصدق أنك كنت سترمينه. هذا طعام فاخر، أفضل جبن أزرق في العالم. طعمه مميز وكريمي ونكهته غنية. ذوقك غريب لكن لا بأس. انظر ماذا صنعت، أليس طعاما فاخرا؟ تذوق. لكن هذا، يا سيدي، الجبن، تفادينا كارثة. فهمت ما يحدث، مجرد سوء فهم بسيط. لا أعرف ما يجري، لكنهما يضحكان. كان هناك يونيكورن حقيقي في حفلة عيد ميلاد ولدي. عيد ميلاد سعيد. أوه، حفلة لي. سعدت برؤيتك. أين أصدقائي؟ أهلا بكما، عجبني عقدك. الزيتون مستورد من إيطاليا واللحم من إسبانيا. هذه الحفلة مملة. لي؟ لماذا هي حزينة؟ عزيزي، تصرف. مرحبا أبي، أنا قادم، لدي فكرة. بالعافية، وداعاً. رائحتها الشهية، هذا ما أريده لعيد ميلادي. طعمها لذيذ. شكرا جزيلا. حول صورة عائلية لنا. أروني ابتسامة عريضة وعفوية. هذا جيد. ماذا عن هذه الوضعية؟ أو ربما هذا؟ أهلا، لدي فكرة. ماذا تفعلون؟ حسناً، فكرة رائعة، انتظر لحظة. أليس هذا أفضل بكثير؟ هذا رائع، إنه مثالي. عدسة الكاميرا تعشقكم. ابتسموا. هل تستمتعين باللعب يا صغيرتي؟ الكرة، إنها تحت الأريكة. هل مكان قدير هنا؟ من أين جاء هذا الفتات؟
يوجد حل آخر، يجب أن أنظف المكان. لكني سأرتدي قفازات أولاً. أنت بخير؟ أوه! التنظيف ليس مهمتك، لدينا خدم هنا. وصلت يا سيدي. لنجلس على الأريكة. ما الغرض من كل هذه الأشياء؟ سأكتشف ذلك بنفسي. كل ألواني المفضلة، سأستخدم أصابعي. إنه أنعم مما توقعت، يبدو جميلاً حتى الآن. واو، حان دور هذا الشيء. غيرت رأيي، طعم هذه الحلوى فظيع. سأنسى ما حدث. انظري، أصبحت أشبهك. مكياجي، هل أنا في ورطة؟ أنا آسفة، لقد أتلفت كل أشيائي، كلها باهظة الثمن. أنا كيف تجرأت على فعل ذلك؟ علمت أني لن أضل هنا، سأعود إلى حياة التشرد. لكني أحببت هذا المنزل، الطعام لذيذ هنا، لكن الآن سأفتقدهما كثيراً. لا أستطيع الرحيل. عزيزتي، أنا آسفة على ما فعلت، هل ستسامحينني؟ الحوادث واردة عزيزتي، ومهما حصل سنحبك للأبد. جاهزة. ماذا يمكنني أن أفعل بهذا؟ إنها أفضل بكثير وهي ساخنة. انتهيت، لكني بحاجة للقليل من الكاتشب. حسناً، الكثير من الكاتشب. أوه، هذا مقرف. هل أنتما مستعدتان؟ لنبدأ العمل. تحتاج النقانق الصغيرة إلى يدين صغيرتين. شكراً. هيا، سأضيف الطماطم الطازجة، أفضل من الكاتشب بكثير. أحتاج إلى سكين. هيا، لماذا الصعوبة؟ هكذا، عصير طماطم طازج. ولن أنسى إضافة الخردل. حسناً، خردل ذهبي، يكفي القليل منه. ممتاز، لا يمكن تناولها بدون شيء أخضر. تبدو شطيرتها مشاية. خذوهما حالاً. نقانق، أين الخبز هنا؟ أوه، وكأنك تقرأ أفكاري. لنرى. ليست سيئة، لقد أحبت. أترين؟ سأنتقل الآن إلى هذه الشطيرة الكبيرة. رائحة شهية. إنها لذيذة، برافو. يبدو أن الأم الثرية فازت بهذه الجولة. ما التالي؟ تدا، كريمة مخفوقة. مرحبا، أحتاج المساعدة. هل يمكنك تحويل هذا إلى شيء صالح للأكل؟ شكرا جزيلا، ستحصل على شيء جيد. ماذا يمكنني أن أصنع بهذا؟ أفعل هذا في المنزل طوال الوقت، فالشاي رخيص. سأضيف القليل من الحليب أولا، ثم سأضيف الشاي الأسود. سأحصل الآن على لون الكراميل. وسأضيف في الأعلى الكريمة الشهية. هل هذا الكوب جميل بما يكفي؟ هل أضيف الشوكولاتة؟ البسكويت أرخص ثمنا، السكر هو الأمثل، سعره مناسب تماما. أكاد أشعر بمذاقه الحلو. القليل من صبغة الطعام أصبح أجمل. واو، مذهل. والآن الخطوة الأخيرة، سأرش الزينة. أصبح أكثر جمالاً بعد إضافة الألوان. أين كوبي؟ تفضل الميلك شيك يا سيدتي. واو، ليس سيئاً رغم إعداده في المنزل.
هل يمكنني استعارة هذا الشيء؟ لحسن الحظ بقيت الكثير من الكريمة. واو، أليس هذا كافياً يا ماندي؟ أصبح الكوب أطول منك. تحفتي الفنية. أو تضيف حبة الكرز هذه وزناً زائداً. لم يكن يفترض بهذا أن يحدث. قد أفسد شعري. هذا فظيع. حسناً، أحضروا لي الحلوى. أحب الكرز كثيراً. إنها عادية على ما أعتقد. رائع، سأستخدم مصاصة لهذا الشيء لنرى. أجل، فاز هذا الكوب بكل تأكيد. مرحى، لقد أحبته كما توقعت. واو، تأملي كل هذه الأحذية، مذهلة أليس كذلك؟ من أين علينا أن نبدأ؟ تبدو هذه القبعة جميلة، إنها تلائمني. كلا، ليست كذلك. ظننت أنها تجعلني أبدو غامضة. حسناً، لنذهب للتسوق. يبدو هذا جيداً. هذا خذي هذا. هذه لطيفة، علينا اقتناؤها. تعجبني هذه، سوف نشتريها. لا يمكنني حمل المزيد، أحتاج إلى حذاء ذي رقبة. كلا، هذا تصميم قديم من الموسم السابق. ماذا لدينا هنا؟ مدهش، سأخذها. مهلا، لم ننتهي. يبدو هذا المتجر باهظا، من أجل حقيبة؟ يا للهول. ما هذا؟ أحب هذا اللون. من أين أتى ذلك؟ أعتقد أن علينا التحدث. تسرني رؤيتك مجددا، هل هذا كل شيء؟ كلا، سأخذ كل شيء. أتقولين كل شيء؟ بربك، ممتاز. هل أعبئ لك المشتريات في حقائب؟ لا أريد حملها، إنها ثقيلة جدا. شكرا لك. بدا ذلك مؤلما، دعيني أساعدك. أقدر لك ذلك. لدي منسقة أزياء عادة ما تفعل ذلك. أمل أنهم يقدمون شتائر البرجر. لا تكوني سخيفة. استمر. رائع، شكرا لك. أبدو مذهلة. رائع، شكرا لك. أشعر بعطش شديد، أحتاج إلى ذلك. مهلا، من هذا الرجل؟ على المي أن يكون بدرجة حرارة مضبوطة. ماذا يحدث؟ إنه جيد. حسنا، كان ذلك طبيعيا تماما. شكرا لك. يبدو هذا جيدا، ليس ثانية. اسمحي لي. هل هذه وظيفته الحقيقية؟ إنها بالقرمشة المناسبة. ارحل من هنا. أتساءل إن كان بإمكاني لعق أنفي. لقد أبهرني الطاهي مجددا. طبقي المفضل. أعني، سأختبر هذا لك. لدي حاسة تذوق رفيعة. إنه جيد حقا. ماذا تفعل؟ ارحل. لنستمتع بالوجبة فحسب. هذا جميل، كلانا فحسب. هذا الرجل الغريب قد عاد. أمرتك بأن ترحل، إنه مزعج فعلا. ضربة موفقة، علينا فعل ذلك أكثر. اقتربت كثيرا. مل، ارحل، انصرف. ذكريني بأن أطرد. لا تقلقي، يمكنك تناول ذلك. هذا ألطف شيء فعله لي شخص على الإطلاق. هذا جميل جدا. خذ هذه لص طعام. يسبب هذا توترا بالغا، علي أن أهدأ. هذا أفضل. غداء رائع وصحي، كل ما تحتاجه فتاتي للنمو. سأعد لها حقيبتها، كتبها، هناك الكثير. جينيفر، مرحبا أمي.
أتشو! هل كانت تلك عطسة؟ هل تشعرين بأنك بخير؟ أنا بخير يا أمي. لا يمكننا الحذر كفاية. افتحي فمك. كلا يا أمي. لست مقتنعة. لقد سمعت ما يكفيني. تبدو كمهمة للأم الممرضة. هذا سيوقف العطس. أمي، هذا يدغدغ. علينا التأكد من أنك دافئة وبخير. أمي، ماذا تفعلين؟ حان وقت المدرسة. شكرا لك. أنا متعبة للغاية، لكن علي النهوض. كلا، أنا متأخرة. أمي، الجيتار يا رفيقي. أمي، لقد تأخرت على المدرسة، انهضي. أمك احتفلت كثيرا ليلة الأمس. كيف وصلت إلى المنزل؟ ولكنها كانت حفلة رائعة. أنا جائعة. ما تلك الرائحة؟ لذيذ. هذا ما احتجته تماما. أمي، ليس لدي غداء. انظري، ما الذي تودين مني فعله؟ ولكن هذا فطوري. حسنا، خذيه. هذا فحسب. لا يعجبك العجب. حسنا، أعطيني العلبة. سعيدة الآن؟ كلا، هذا ليس غداء، هذه بقايا. مشكلتها. حسنا، لقد رحلت والآن يمكنني أن أنام. فستان أبيض، من قد يرتديه؟ انظري يا أمي، سأخبز شيئا سيكون لذيذا. ماذا؟ أجل، أكملي. أحتاج أولا إلى المكونات والأدوات. أظن أن ذلك كل ما أحتاجه. انتظروا. أمي، ماذا أفعل الآن؟ أظن أن عليك مزج كل شيء. هكذا يفعلون في التلفاز. لا يبدو ذلك صعبا. لذا امزجي كل شيء. هذا ممتع. سأضيف اللبن. والآن الدقيق. سعطس. هذا قليل من المخاط. سيكون الأمر على ما يرام. انظري إلي وأنا أخبز. أنت تسببين الفوضى. والآن سأمزجها. تبدو جيدة. أمي، هل هذا مقبول؟ أحسنت العمل. والآن اهدئي، فأمك تقرأ. شكرا. تبدو جاهزة. حان وقت وضعها في الفرن. كيكتي الأولى. آمل أن يكون مذاقها لذيذا. كان هذا رائعا. أظنني أرغب في أن أكون طاهية. سأعود مباشرة. ما تلك الرائحة البشعة؟ تبدو كرائحة شيء محترق. ماذا يحدث هناك؟ أظنني أرى. هذا مؤلم. جاسمين، السر يكمن في أن تكوني مستعدة قبل أن تبدأ الخبز. أعدي كل مكوناتك. أظن أن هذا كل شيء. سنبدأ ببيضة. اطرقي البيضة بلطف بشوكة لكسرها. لا نريد القشر. أيمكنني المحاولة؟ بالطبع يمكنك يا عزيزتي. طرقة خفيفة فحسب. إليك الشوكة. رائع، انظري إلى ذلك. عمل رائع يا عزيزتي. سنضيف الحليب. اسكبي. هكذا. هذه هي فتاتي. والآن بقية المكونات. الخبز ممتع. ها هما. أوبس، لقد سببت فوضى. لا تقلقي، هذا وارد الحدود. حسناً. أحسنتي. والآن امزجي كل المكونات معاً. هذا مثير للغاية. إنني أنجح يا أمي. لنضع العجينة في القوالب بلطف وبطء. تبدو لذيذة. علينا خبزها. يمكنك فعلها يا أمي. وي، علينا ضبط المؤقت. هذا يعطيني فكرة. أحب قضاء الوقت معك. إنه قلب يا أمي. هذا مثالي. كيكاتنا جاهزة. هزل. ورائحتها رائعة. استمتع يا عزيزتي. لكن أمي، شراء الملابس ممل. هراء، لنرى ماذا يوجد هنا. يا
يبدو هذا الزي أنيقا ومعقولا. جرب جربه. حسنا أمي، هيا. هل أنت متأكدة؟ حسنا، كيف أبدو؟ تبدو وسيما للغاية. يجب أن أرسل هذه الصورة إلى جداتك. إنه يعجبني يا أمي. ما رأيك؟ جيد. والآن هذا رائع، إنه الطراز المفضل لدي. أفترض ذلك. هيا أيها الحصان. لا، أو أرجوك أرجوك، ضعه على كومة الملابس. يوهو، أحب شراء الملابس. شكرا أمي، أنت الأفضل. منك، لقد أنفقت الكثير من المال. حان وقت الاستيقاظ. لقد نمت جيدا، أعتقد أن علي الاستعداد. ها؟ من أين أتى هذا الثقب؟ هذا ليس جيدا، ماذا يمكنني أن أرتدي أيضا؟ تنورة، أين ملابسي؟ أمي، انظر إلى كل هذه الحلوى. أمي، هناك ثقب في ملابسي. حاضرا، إنها لذيذة للغاية. ربما يمكنني فعل شيء؟ لا شيء هنا، لقد حاولت. على اللحظة، وجدتها. كيف فعلت هذا؟ مهلا، تبدو بمظهر جميل، آمل أن يكون كذلك. هذه هي الموضة. أتريد رقائق البطاطس؟ تبدو رائعا. أنت مذهلة. أعتقد أنني وقعت في الحب. ستكونين أفضل شطيرة على الإطلاق. هل تمانعين لو تناولت لقمة منك؟ أوه، عذرا أيها القرش، أنا أتضور جوعا، أحتاج وجبة خفيفة. سأذهب إلى الثلاجة، أمل أن أجد هناك شيئا لذيذا. هذا جيد. أعلم أن علي تجنب هذا، لكني لا أستطيع النوم. أوه، هل هذا حلم؟ هذا مذهل، كل الطعام المفضل لدي. مفاجأة، تناول ما يحلو لك. شكرا أمي، واو. هيا تفضل، يحتاج الطفل في مرحلة النمو إلى الطعام. لا يمكنني النوم. أوه، هذا مزعج. هذا بلا فائدة، لقد جربت عد الخراف لكنني جائع للغاية. يجب أن أحضر شيئا لتناول. يجب ألا تستيقظ أمي. كم الساعة الآن؟ لص، هجوم. لقد اخترت المنزل الخاطئ يا صاح، سيلقنك هذا درسا. أمي، مريم، سأحضر لك بطانية. شكرا، نم جيدا. أمي، أخرجيني من هنا. في الواقع هذا مريح، أشعر بالنعاس فعلا. حان وقت الاحتفال، لقد وصل أول ضيف. مهلا، سأستقبله بنفسي، هذا مثير. مهلا، هل أنت في قائمة المدعوين؟ ولماذا ترتدي ملابسا بهذا الشكل؟ ما مشكلة ملابسي؟ لا يمكنك الدخول بها. هذا أفضل، كنت أنسى. خذ هذا، يمكنك الدخول الآن. لدي بعض المعايير لاتباعها. سيكون هذا ممتعا. مرحبا ليام. هل هذه لي؟ شكرا أمي، أحبك. أحبك أيضا، أشعر بالتأثر. سأفتح الهدايا. بهدوء. عيد ميلاد سعيد. أمي، انهض انهض يا صاحب عيد الميلاد، تفضل. أمي، لم يكن هناك داع. شكرا، هذا مذهل. وكتبت لي بطاقة؟ ماذا؟ أمي، هل أنا متبنى؟ ها،
انظر إلى وجهك، سأنشر هذا. حسناً، والآن أعيد الصندوق إلي. أراك لاحقاً. لا أصدق هذا، كان يجب أن أعرف. قم بكادتها. مصور المشاهير لا يدعونني وشأني قط. حسناً، صورة أخرى فحسب. ماذا لديكم من أجل اليوم؟ مرحباً، تسرني رؤيتك. تجربة أداء مرعة. حقاً؟ لم أحب أفلامك قط على كل حال. التالي. مرحباً، أنا ميا، أنا مضحكة وغريبة الأطوار. اثبتي ذلك. انظري إلي، أنا حمقاء جداً. مملة. التالي. مرحباً، اختاريني. من قال ذلك؟ أنا بالأسفل هنا. مرحباً، أنا جولي. قصيرة جداً. هذه وقاحة. أكره هذا. أحب الظلمة. كلا، غريب جداً. أوه، إنه مخيف جداً. لن أعثر على أحد أبداً لأتبناه. أحم. ربما علي شراء سيارة فحسب. ماذا يحدث؟ ماذا كانت تلك الضجة؟ أهي مشكلة؟ من أين أتيت؟ لا يهم، تعالي. حسناً. ابتسمي للكاميرا يا عزيزتي، كفي عن أن تبدي غريبة. لوحي لمعجبي المتيمين. مرحباً، هذا ممتع. دائماً ما يجن جنونهم حين أطوح شعري، إنها حركة كلاسيكية. يبدو ذلك سهلاً، سأجرب ذلك. أوتش رقبتي. هل أوقع ذلك؟ أو حسناً، أحب جميع معجبي. أعتقد أنني سأقف هنا إذن. مهلاً، انتبهي. تفضل، احتفظ بذلك. لنذهب يا عزيزتي. علي التبول. حسناً، فيلمي الجديد، إنه رائع، يحبه النقاد. إنها ابنتي فحسب. تجاهلها فحسب أن أفعل ذلك. يا للروعة هامستر، إنه مغطى بالزغب، عثرت عليه أولاً. الأمومة أمر رائع للغاية، معذرة. إلى اللقاء يا سيد هامستر. إنها أفضل من أي جائزة. تعالي إلى هنا، أمل أن تكون هناك كائنة زغبية أخرى. الضوء ساطع جداً، إنه يؤذي عيني. حاولي التألق. كيف يبدو ذلك؟ لقد نجح. هل أفعل ذلك بشكل صحيح يا أمي؟ أعتقد أنني اتخذت الخيار الخطأ. سأرحل من هنا. صباح جميل باعث على الاسترخاء. مهلاً. توقفي، لا يجب أن ترياني من دون مكياج. هذا أفضل. لدي سمعة علي الحفاظ عليها. إذن ماذا الآن؟ هل كانت هذه معدتي؟ أمي؟ أنا جائعة. هل علي عمل كل شيء؟ زبدة، هل هذا إفطاري حقا؟ أعتقد أن هذا طعام. أوبس، لقد قاطعت صورتي الذاتية. طفح الكيل. خذي هذه. هذا كل ما ستحتاجين إليه. هل تريدين مني أن أخبز؟ حسناً. ما مدى صعوبة ذلك؟ ألا يجب أن أتبع وصفة أو شيئاً من هذا القبيل؟ لا يهم. كلا، هذا ممتع. كدت أن تصيبي شعري. انتبهي. ها، أحب الخبز. ينبغي أن يكون ذلك كافياً. الكريمة، علي رجها قليلاً. أمل أن يكون طعمها جيداً. من الأفضل أن أتحقق من ذلك. طعمها لذيذ. توقفي. ماذا ينقص؟ أها، البيض. لم أجرب قطف الأشياء في الهواء من قبل. أنا بارعة جداً. لن تجرأي على فعل ذلك. إنها آتية. كادت تصيب وجهي. أوبس. دعنا
أملي حالي، أنا في حالة فوضوية. هذا الفستان من صنع مصمم شهير. لا تقلقي، يمكنني إصلاح ذلك. كل ما ينقص هو رقائق الحلوى. حقاً؟ هل كان ذلك ضرورياً؟ أوه، لقد بدأ فعلاً. ما المميز في هذا الشيء؟ إلا إذا كل شيء أجمل باللون الذهبي. لا تقلقوا، إنه صالح للأكل، لكن لا يزال ينقص شيء. لا أريده. أوه، إنها تقفز للحصول على أي شيء. تلائم هذه مهاراتي أكثر. هل يريد أحد منازل ورقية؟ ها هي. هذا مؤلم. لماذا حصلت على هذه فقط؟ بالتحميص ستصبح أفضل. يا إلهي، هل سبق ورأيت هذا المقدار من الذهب في مكان واحد؟ أوه، ما هذه الرائحة السيئة؟ لا أعرف، خبزي المحمص، نسيته. هل يمكنني أكله يا ترى؟ لكني لا أتحمل فكرة رميه. أعتقد أنه بقي القليل من اللحم من وجبة الغداء. صحيح أنها صغيرة، لكن أفضل من لا شيء. هيا، صحة وعافية. أليس هذا لطيفاً؟ أو أيها الخادم، حول هذا إلى طعام. هيا، هل هو جاهز؟ هيا، إنها ذهب صلب، لن أكسر أسناني على هذا. يحب أطفالي هذه الأشياء. طعام، أعتقد أنه طعام. مستحيل، ارضأ أصاب في الأكل. ها، لنكشف عن الطبقين معا، ما رأيك؟ مخروط وآيس كريم فارغ. ظهرت بسرعة كبيرة. تفضلي الحلوى سيدتي، تبدو مذهلة، أليس كذلك؟ لكن ليس هناك آيس كريم. مهلا، أعرف ما علي فعله. ادخلوا إلى هناك يا رفاق. التالي، سأضيف إلي الشوكولاتة المذابة. سأملأ المخروط وسأضع فوقه الدونات. هل سبق رأيتم شيئا جميلا كهذا؟ لا أملك أي من تلك الأشياء. يهطل الثلج في الخارج. بالطبع، سأعود حالا. إلى أين ذهبت؟ هي، هذا الثلج كله مجاني، هل تصدقين؟ يحتاج للقليل من التشكيل فقط. كم هو جميل، صحيح؟ لا يهم، سأفوز بهذه الجولة. واو، وكأنه يوم حظي. مقرف. يا إلهي، لم يعجبها. أنا أحب الدونات. والفائز هو؟ العفو يا عزيزتي. هل أنت مستعدة؟ فاكهة. لا شيء مميز في العنب. لقد حصلت على بطيخة كاملة. شكراً. هذا مضحك، ماذا سأفعل بهذا الشيء الكبير؟ وجدتها. مغرفة لو سمحت. رائع، ملقط، خفاقة. انتهيت تقريبا. أوه، جميل. من منا لا يحب الكيك؟ أوه، مذهل. تينا، حسنا، هل أنت مستعدة؟ هيا. أمسكت بها، هذا رائع. حبة أخرى. هي، ألا تريدين هذه الكيكة؟ انظري إليها على الأقل، هي قادمة. حسنا، هذا سخيف. أسمح لأطفالي دائما باللعب بطعامهم. مرحى، إنه عيد ميلادي، أمل أن تتحقق أمنياتي. لدي مفاجأة لك، هذه أولى هدايا لك. أوه واو، هذا لطف كبير منك. انتظري يا خادمة، أريها الهدية. أجل، أحضرنا لك دمية بحجمك، تشبهك تماما.
يا إلهي هذا رائع، شكرا جزيلا. واو انظري يمكنها المشي. شغليها لتري حركاتها. أوه إنها تكرر حركاتي. أنا سعيدة لأنها أعجبتك. واو هذه الدمية رهيبة، إنها تكرر كل حركاتي بدقة. هذه الدمية مذهلة. لنجرب بعض حركات الرقص. أوه لا أظن أنني أرهقتها. أظن أنها تتعطل. يا خادمة الدمية تخرج عن السيطرة. يا للهول أنا آسفة، سأخرجها من هنا. لا بأس ستتعامل الخادمة معها. بما أن الدمية معطلة لماذا لا تختاري يخت بدلا منها؟ لا أدري. حسنا ماذا عن هذه اليخوت؟ كلا ماذا عن ذلك اليخت هناك؟ لم يعجبني، لا أحب اليخوت. واو انظري هناك، هذه الهدية المثالية. مرحى أحب عوامة الفلامينغو. هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين يختا؟ شكرا أنت الأفضل. هذه غرفة نومي. ها هي الخادمة ترتدي مجوهراتي. على العموم ستغير الخادمة مظهرك. أجل اجلسي هنا، سنقضي وقتا ممتعا معا. استمتعا بوقتكما. يجب أن تلبسي هذا السوار. وهذا العقد اللؤلؤي. ستحتاجين بعض الخواتم أيضا. في الواقع أحتاج الذهاب إلى الحمام. أشعر بارتياح كبير. هذا الحمام أنيق، لا عجب فهي ثرية. لا لا يوجد ورق تواليت ولا أي لفة. سأستخدم خرطوم الدش، إنه مصنوع من الذهب، سأجربه الآن. أنا أطير عاليا. أشعر بالجوع. يمكنني مساعدتك يا خادمة. هل تريدين تاكو؟ كلا. ماذا عن السوشي؟ كلا لا بأس. ماذا عن هذا الطبق؟ أجل أنت محقة، إنه طبق ثقيل في هذا الوقت من اليوم. أجل سباجيتي ستكون لذيذة. ممتاز، تعالي معي لتناول وجبتك. هل أنتما مستعدتان؟ سنصل إلى وجهتنا قريبا. واو نحن نحلق في السماء. يا للروعة، لم يسبق لي تناول سباجيتي في إيطاليا. هذا ممكن الآن. تبدو شهية، أنا متأكدة من أن طعمها لذيذ. حانت اللحظة الكبرى. يا إلهي هذه أفضل سباجيتي أتناولها في حياتي. أجل أنت محقة، إنها طيبة. سأتناول لقمة صغيرة منها. سألعق صحني. كانت وجبة لذيذة ومشبعة. الزهور هنا جميلة. هذه طماطم طازجة. المعذرة يا آنسة، هل هذه ضيفتك؟ هذه الزهور رائعة. لا، هل قطفها ممنوع؟ أنا آسفة. لا يمكن أن نسمح لها بقطف الزهور. يجب أن تغادر المطعم حالا. ماذا عن هذا الشيك؟ كلا أنا آسف لا أقبل رشاوى. لحظة، هل ستشترين المطعم بأكمله؟ هذا يغير مجرى الأمور. استمتعي بزهورك يا أنسة. تبدو رائعا مع كل هذه الزهور. أنت محقة يا أنسة، هذه الزهور جميلة. يا الدافئ الجميل، هل ما زلت مستيقظة؟ ظننت أنك قد تحبين سماع قصة قبل النوم. حقا أجل، من فضلك يا أمي. لدي الكتاب المثالي لك وبعض غبار الجنيات الساحر أيضا. كان يا مكان، عاشت أميرة جميلة تدعى جينيفر. حسنا يا سيد دب، حان وقت النوم، أنت دافئ للغاية. ما تلك الضوضاء؟ أتمنى ألا يكون وحشا. حسناً يمكنني فعل هذا. مرحباً يا عزيزتي. لماذا قد تفعل هذا؟ أمي.
ليتك رأيت وجهك. أردت تهيئة الجو لوقت القصص. انتبهي، لن أنام الليلة. انظري إلى هذا، كدت أنتهي. أريد أن تكون الحفلة مثالية. أظنني انتهيت، لا يمكنني نسيان قبعات الحفلة. أنا متحمسة للغاية. مستحيل، هذا كله لأجلي. مفاجأة، هل أعجبتك؟ أحببتها يا أمي. لدي شيء صغير من أجلك، لا تختلسي النظر. حسناً يا أمي، أعدك. أتساءل ما هو؟ يمكنك فتحها. ها هي ذا. لأجلي؟ أمي، لم يكن عليك تكبد العناء. أتمنى أن تعجبك. علبة أخرى. حسناً، هذا مضحك نوعاً ما. علبة حمراء صغر حجماً. كم عدد هذه العلب؟ ليست كبيرة. لا فكرة لديها، هيا افتحيها. حسناً. أتمازحينني؟ سيارة؟ أمي، حقاً، هذا أفضل يوم على الإطلاق. علي مشاركة هذا على حساباتي الاجتماعية. التصوير يناسبني. ابتعدي عني رجاءً. حسناً، إنه عيد ميلادك. تمني أمنية. هكذا تماماً، أبقي عينيك مغلقتين. سأخذ هذا. الأمان أولاً. تناولي بعض الكيك. علمت أن هذا سيحدث. فانيليا، ابتهجي، توقفي عن البكاء. انظري، أحضرت لك هدية. عيد ميلاد سعيد. هل أحضرت لي هدية فعلاً؟ هناك مرة أولى لكل شيء. شكرا لك. إذن رائعة للغاية، أليس كذلك؟ ستبدين رائعة في هذه الملابس. لا يمكن أن تكتفي من الملابس السوداء. على الأقل حاولت. سأضع هذا جانبا مع الآخرين. علي التسوق لشراء الملابس. هذا الكتاب مثير للاهتمام. رائع، لم أتوقع هذا. انظروا إلى هذه القارئة. مرحبا يا أمي. مرحبا يا عزيزتي، لدي شيء لك. شكرا لك. أعطيني هذا الكتاب، لا نحتاج إلى هذه الكتب. سنحظى بحفل شاي. هذا لطيف للغاية، أيمكننا اللعب؟ هل تريدين بعض الشاي يا بولي؟ ستحب بولي بعض الشاي، شكرا لك. ستهزمين يا فاشلة. كلا كلا، كان هذا سهلاً. هيا يا أمي، تجعلين الأمر سهلاً. أنت تغشين، لابد من ذلك. جهاز تحكمي لا يعمل. يبدو أنه يعمل بشكل جيد. جربي الأمر وأنت معصوبة العينين. حسناً، هذا يتطلب تدابير مخادعة. أمي، لست ذكية الآن، أليس كذلك؟ كلا، لا أعرف كيف فعلت هذا، ولكن في المرة القادمة سأفوز. لا أحب هذه اللعبة على أي حال. هذا أفضل، سأخرج من هنا. أنا بالغة ولدي حياة. أراك لاحقاً. إنها لا تتقبل الخسارة، تفسد كل شيء. كنت أنتهي من كتابة الواجب. أو لا، لقد أخطأت، أحتاج إلى ممحاة. تفضل يا عزيزي. منذ متى وأنت هنا؟ أنا هنا دائماً من أجلك يا عزيزي. لقد نمت جيداً. أوه، بسكويت وحليب، لكنني أحتاج كوباً. أين تضعها أمي؟ تفضل. مهلاً. مرحباً جارد. حسناً، هذا غريب، لم أعد أرغب في البسكويت والحليب. تبدين جميلة حقاً يا ناومي. واو، أنت رومانسي جداً. واو، أول قبلة لي. هل هذه أمك؟ أمي، سأخذ الوردة. لقد كبر صغيري، يجب أن أوثق هذه اللحظة. أعتقد أن عليك أخذ هذا. شكراً. لم أرى هذا من قبل. إنه تقليدي. أوه، انظروا إلي. يا له من فتى وسيم. هيا اخرجي. أعتقد أننا بحاجة إلى فرشاة شعر جديدة. هل تساعديني قليلا يا أمي؟ هذا الفتى يضحكني كثيرا. هي أمي. واو، لقد هب نسيم عليل فجأة. حقا، لم تبدي أي استجابة. يدفعني هذا إلى إجراء أقوى. لم تستجب أيضا. حسناً، لقد أحضرت لك الحلوى. نانا،
مهلاً، ماذا؟ أوه، لقد نجحت فعلاً. أنا بحاجة إلى مساعدتك يا أمي. حسناً، هيا بنا. من الأفضل ألا تكون خدعة. أعطني هذا. هي لك من مشاغب؟ ما هذا الشيء العالق بشعرك؟ هذا ما أحاول إخبارك به. لا أصدق أن سني قد سقط. آمل أن تأتي جنية الأسنان. هذا مثير للحماس فعلاً. أوبس، من الأفضل أن أطفي الأنوار. حان وقت الأحلام السعيدة. سمعت أن هناك سناً لي. أنا بحاجة إلى عصا سحرية جديدة. أها، ها هو السن. سأضعه في مكان آمن. أين وضعت النقود؟ أها، سأضع هذه تحت الوسادة. كلا، لا أريد الذهاب إلى المدرسة يا أمي. أرجوك لا تستيقظ. آه، كان ذلك وشيكاً. هل أتت جنية الأسنان؟ حقاً، سأحل هذا. مرحباً، جنية الأسنان، هناك مشكلة. ترسل جنية الأسنان اعتذارها. ضعها هنا. تفضلي. جيد. أوه، سيحب هذا أكثر. سأفرغها من أجلك. هل هذا مقابل سن واحد؟ أوه، انتهيت. شكراً على المساعدة. أهم، كسبت هذا. وداعاً، وداعاً. يستحق ولدي الأفضل. يستحق ذلك فعلاً. ثم تسلل مصاص الدماء إلى الغرفة، فركلته الأم الرائعة بقوة. أتشو! لحسن الحظ ليس هناك مخاط. ها؟ هل هذا سن؟ أوه، رائع! مهلا لحظة، يمكننا الحصول على المال من هذا السن. أحسنت يا ليام، تصبحين على خير يا أمي. أوهو، سمعت أن أحدهم قد وضع لي سناً. أوه، إنه لطيف. أين السن؟ ها هو. تبدو هذه صفقة عادلة. يجب أن نتكلم. ماذا؟ من أنت؟ أعطيني كل ما تملكين. أوه، حسناً. ليس سيئاً. كل ما لديك. هيا، أو أخذها بقوة. رائع، يمكنني أن أصبح أميرة. أو شكراً. ولا تعودي ثانية. أحضرت جنية الأسنان لك أشياء رائعة. أعتقد أن هذا كافياً. أوه، يا لوداعته. واو، هذا مثير. جيد، تناول تفاحتك. ولد مهذب، لن أدع جارد يراني. يجب أن أذهب. أوه، لم يرني. لا، لقد ترك حقيبته. لا تقلق، ستنقذ أمك الموقف. أوه، لم أكن أعرف هذا. أين حقيبتي؟ حتما ليست على ظهري. أوه لا، سأتركها هنا. سأعود لإحضارها. هي حقيبتي، كيف وصلت إلى هنا؟ هذا محير. أوه حسناً، على الأقل حصلت عليها. هذا غريب للغاية. أنا هنا من أجلك دائماً يا عزيزي. لقد تمت المهمة. أعتقد أن هذا كل شيء. أمي، أنا ذاهب إلى المدرسة. أمي، أين هي؟ أمي، هل أنت هنا؟ هي أمي. أمي، أمي. أوبس، لا أجدها. يجب أن أذهب. أوه، يا له من يوم. أهلاً، هل ما زالت أمي في الخارج؟ يجب أن أتصل بها. هيا. مرحباً يا عزيزي، هل أنت في إجازة؟ صوتك يتقطع، وداعاً. من الأفضل أن أحضر رقمه. وأخيراً يمكنني تسمير بشرتي. ها. هل أنت مستعدة للذهاب للتسوق؟ أوه، لحظة، هاتفي يرن. أين هو؟ لابد أنه في مكان ما هنا. أوه، هذه نقود كثيرة. أين هاتفي؟ يا أنسة، ها هو هاتفك. ماذا تعني بقولك إن هناك مشكلة؟ كيف حاولت إصلاحها؟ أجل، أخبرني بالتفصيل. يا خادمة، خذيها للتسوق. أي شيء تريده؟
واو، هذا المتجر رائع، هناك الكثير من السلع المميزة. إنه ناعم، إنها شديدة اللمعان، كريستالات، أنا أعشق الكريستال. واو، ما أجمل هذه الشمعدانات، وإطار المرآة جميل. لعبة بوب آت على شكل ديناصور، لم يسبق لي رؤية لعبة مثلها، لقد أعجبتني. إنها محقة، هذا الفرو ناعم. مرحبا، أجل، أريد شراء هذه اللعبة، سأحتاج إلى نقود. أظن أن هذا المبلغ يكفي، صحيح؟ مرحبا، شكرا جزيلا. ولن أنسى الكريستالات وهذا الشيء، وسبائك الذهب طبعا. صحيح، المرآة مع الإطار الجميل، والشمعدانات أيضا. مرحبا، هذه بقية المشتريات. تفضل، هذا المبلغ كافي. لحظة، لقد أعجبتها أنت أيضا، صحيح؟ أجل، لقد عدت، انظري ماذا اشتريت. مرحبا يا أنيسة، أمل أن تكوني بخير. هذا المعطف الذي أعجبك. واو، ملمسه ناعم. ها؟ هذه المرآة جميلة، لقد أعجبتني. ها، هذا إطار المرآة من المتجر. وهذه المزيد من المشتريات. ماذا؟ كلا، لم أشتري كل هذه الأشياء. هل هذا ماسح البطاقات الائتمانية؟ مستحيل، هل هذا موظف المتجر؟ أجل، اجلس هنا. لماذا أنا هنا؟ شوكولاتة، سأخبئها لوقت لاحق. لا يوجد جيب، أحتاج ملابس جديدة. أين حاوية القمامة؟ ها هي، إنه أسوأ مما ارتديه. عزيزتي، هذه الملابس قذرة، عودي هنا سأصطحبك إلى السوق. همسكتك، التفتيش في القمامة ممنوع، مفهوم؟ سأشتري لك كل ما تريدين. هلو، نحتاج ملابس جديدة الآن. كلا، الأمر عاجل. واو، آمل أنها كافية. يبدو الفستان على مقاسك. هذه الابتسامة التي أحب رؤيتها. سأنتظر. واو، تبدين مثل أميرة صغيرة. أليست رائعة؟ حان وقت الشوكولاتة. ستوقظ الريشة الآنسة الصغيرة. صباح الخير، حان الوقت لبدء يومك. لا أريد أن تبرد قدماك. زوج نيال، ارتديه من فضلك. أمل أنك جائعة، لكن يجب أن تفرشي أسنانك أولاً. هذه فرشاة أسنانك يا آنسة، أمل أن يعجبك معجون الأسنان الذهبي. هل أنا في حلم؟ ستصبح ابتسامتي ذهبية حرفياً. لحظة، لم أعلم بوجود قطة هنا. كم هي منفوشة، تبدو عطشانة، أمل أن تحب الحليب البارد. يا لظرافتك، هيا أمسكيها، تبدين حاملة اليوم، هذا أفضل من لا شيء. هذه الطفلة حنونة، سأعود حالا. عزيزتي، لدينا ضيفة جديدة، قطتك الأليفة، يمكنك اختيار اسم لها. إنها متبناة مثلك، استمتعي باللعب معها. يبدو كل شيء رائعا، هل أحضرت طبق تحلية؟
هذا المطعم رائع. كل هذه الأطباق، هذا مذهل. يبدو هذا الطبق شهياً. ما هذا الشيء؟ يبدو لذيذاً. لا يمكنني أكله. إنها أعشاب بحرية. كلا، لن ألمسها. أشم رائحة البحر منها. أوه، طائر. قدموا له طبق برجر. أجل، أريد نفس الطبق. هذا ما أريده. كما تريدين. المعذرة على فقدان وعي. هذا نفس طلب ريتشارد. يا إلهي، لم أتناول البطاطا المقلية في حياتي. يبدو شكلها غريباً. ما هذا؟ وجبة سريعة. طيبة. سنطلب طبقين منها. واو، يمكنني التحديق في عينيه إلى الأبد. ما أظرافه. لا أمل من مشاهدة مقاطعه. عزيزتي، ما الذي تشاهدينه؟ مقاطع كيفن على تيك توك؟ هو عزيزتي. ما الأمر؟ مفاجأة، أحضرت كيفن. هاجل، هذا أنا. هل تريدين أن نصبح أصدقاء؟ هيا. سمعت أنك تحبين الشوكولاتة، لكن لنصور مقطع تيك توك أولاً. كرري حركاتي. سينتشر هذا المقطع. حركاتك رائعة، كانت رقصة هائلة. ما أجملهم، يبدون سعداء. هذا كل ما أريده. وعدت نفسي بأني لن أبكي. مرحبا عزيزتي، أحضرت لك بعض الهدايا. بعدها عني. أوه، فهمت. لابد أنه يمكنني فعل شيء. أنا ثري. يا للهول، هذا الجمهور غفير. لا مفر من الأمر. لم تعجبني من البداية، سيكون أداؤها سيئاً. هذه الإضاءة الساطعة. سأبدأ العرض. 1، 2، 1، 2، 3. كلا، أريد اليخت الذهبي وطائرة الحمراء. أي، ربما لم يروا ذلك. أذناي، هذا سيء للغاية. سأعاود الاتصال بك، إنها ما أبحث عنه. ربما يجدر بي تعلم القراءة على الطبول. توقفوا عن رمي الأشياء علي. يا للهول، يجب أن أنقذها. توقفوا، ألا ترون أن هذه المسكينة تعانت بما يكفي؟ أنا وحيدة لدرجة أن كل ألمسات العالم لن تساعدني. ادخلي، لا بأس، لا تخافي. هذا هو منزلنا. انظري عزيزتي، هذه ابنتنا مروى. أحتاج إلى مساعدة هنا. هذا أفضل، الذهبي لون فاخر، سيبرز ثراءك. واو، أبدو مثل أميرة. تبدين رائعة، اكتملت عائلتنا. ها؟ هل يوجد أحد هنا؟ ربما أتوهم. هلا، يوجد شخص هنا. هل هو لص؟ ربما. لا تخافي، بخفة وهدوء مثل النينجا. من هذا الشخص؟ ولماذا صوته نشاز؟ يجب أن أتصرف. سأهجم عليه بضهاوة. لن أرحمه، أنا جاهزة. أو لا لا لا. أو هجوم. لا تؤذني. كانت أمسية رائعة. أجل، يا للهول. أمي، أبي، اقتحم لص المنزل لكني أمسكته. لا تقلقا، أنا بخير، أعرف أني بطلة. النجدة، سأفقد وعي. عزيزتي، كنت أمسكها. الخطوة التالية. ربحت مجدداً. مرحبا ابنتي، كيف الحال؟ أهلا أبي، أنا بخير. يسعدني سماع ذلك.
ورقة وقلم ليس في منزلي. خذي هذا. أوه، النظارة واقع افتراضي. أوه، تبدو رائعة عليك. سأتابع الآن سوق الأسهم. واو، خذ هذا وهذا، نلت منه. إنها مستمتعة باللعب، احترسي. كان ذلك وشيكا. أين أنت؟ عودي هنا. ها. كلا، توقفي، لا تفعليها. هذه تحفة فنية ثمينة من القرن 17. توقفي أرجوك. أمسكتها. كانت تجربة مذهلة كما لو أنها حقيقية. لن أفرط فيك. ماذا حدث هنا؟ يبدو أني تحمست في اللعب. لكنك استمتعت بوقتك. ما أجمل الموسيقى الكلاسيكية الهادئة، يمكنني الإحساس بها. سأنتقل للمعزوفة التالية. لا حاجة للتصفيق، انتهى العرض. أشعر باسترخاء كبير. ذلك الصوت مرحة، موسيقى الروك. لنعزف يا أبي. لكنها موسيقى صاخبة. أبي، لماذا لا تعزف مثلي؟ أتعلمين؟ ليست سيئة. لقد أعجبتني. حسناً، هل أنتم مستعدون؟ سأصبح نجماً مشهوراً. هل أنت بخير؟ مرحة. هيا يا أبي، مرحة. ألست ماهراً في هذه الموسيقى؟ أنت موهوب.